أكيد بدنا نجدد صباح لكل حدا انضم لنا بهيدي الفترة. وهلأ رح نحكي عن موضوع كتير مهم وهو التمكين الاقتصادي من خلال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة. أكيد التمكين الاقتصادي هو برنامج يعنى بدعم الأسر من خلال الأسر التي تعنى بإقامة والمساهمة بأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. طيب في تفاصيل كتير، في كتير من الأشخاص بدهم يطلعوا بهيدا المشروع، ولكن قابلية هيدا المشروع وتطبيق على أرض الواقع، ما هي الإجراءات لنجاح هذا المشروع؟ وهل من صعوبات وكيف يتم تسجيلها؟ كل هذه التفاصيل سوف يجيبنا عنها الدكتور أحمد خير بيك، وهو دكتوراه في التنمية البشرية، وهو مدير مؤسسة أكون للتمكين والتعليم في محافظة اللاذقية. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيك العافية. أهلا وسهلا حضراتكم، صباح الخير وصباح الفل. صباح الخير دكتور. الله يخليك. دكتور دائما مثل ما حكيت ريم انه نحن فعلا بكل شخص بيكون عنده مشروع بده يقوم فيه، ولكن دائما الفكره للمشروع ربما تكون هي البدايه. خلينا نحكي طبعا عن الفكره، فكره المشروع، كيف نحن ممكن فعلا نلاقي فكره صحيحه نحاول انه بهيدي الظروف نقدر نشتغل عليها. تماما. هلا بدايه المشروع هي عم تكون دائما اصعب شيء. يعني هل نحن فتنا بفكرة التمكين الاقتصادي للأسر أو التمكين الاقتصادي للمشاريع؟ خلينا نبلش بفكرة ما معنى كلمة التمكين. كلمة التمكين تعني تقديم الدعم سواء للمشاريع المقامة أو إقامة المشاريع الجديدة. صحيح. مشاريع جديدة هي عبارة عن تكون فكرة جديدة أو فكرة منقولة من بعض الأماكن إلى المكان الذي سيحدث فيه هذا المشروع. التمكين إذن تقديم هذا الدعم، ولكن كيف يقدم هذا الدعم وكيف يتم الحصول على هذا الدعم؟ هون ببلش المشروع. المشروع إذن بالبداية الأولى، بالانطلاقة الأولى، إذا كانت الانطلاقة الأولى صحيحة فتمشي بعد الخطوات التالية تكون صحيحة. إذن البدء، ومن ثم مرحلة الثانية اللي هي التمويل. إذن من أين أحصل على هذا التمويل؟ هل هو تمويل ذاتي أم هو تمويل مقدم بعض الجهة؟ طبعا التمويل ممكن الحصول عنه من عدة نقاط. صحيح. إذن هاي النقاط شو هي؟ هلأ حاليا في مشاريع وقروضة بهذا الموضوع. هلأ في حاليا في سعي كثير كبير من الجمعيات الخيرية أو حتى مؤسسة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى تقديم هذا التمكين، سواء بكسب الخبرات لهذه الأشخاص أو حتى بتمويل هذه المشاريع بعد إكساب هذا الشخص الخبرة. يعني التمويل هون يكون في عندنا نقطة حذر بهذه المشاريع. هاي هي الفكرة دكتور، اليوم الفكرة هي الأساس لحتى أنا هل هي ستصبح مشروع أم لا، الصعوبات المحيطة فيها هل هي ممكن تذليلها أم لا، أنه أنا بطلع بروح على مشروع تاني ربما مهم أكثر على أرض الواقع ذات دخل اقتصادي أهم. يعني الانطلاقة بدها تكون من الفكرة حتى نوصل نحن للمؤسسات اللي هي ممكن تكون داعمة لهيدي الفكرة. تمام. إذا الخطوة الأولى هي الفكرة، هل هي قابلة للتطبيق أم غير قابلة للتطبيق؟ إذا كانت قابلة للتطبيق يتم انطلاقا فورا مرحلة البدء. إذا البدء هي النقطة الأولى، ومن ثم البحث عن التمويل، ومن ثم الدراسة الدقيقة لهذا المشروع. إذا أنا لم تكن لدي الملكات العقلية أو ملكات الخبرة بإنشاء هذا المشروع، فإذا سأبحث عن التمكين العقلي أو التمكين المهاري لحتى انطلق بهذا المشروع. إذن الفكرة هي ليست فقط أنه أنا بدي بلش هذا المشروع وبلش تطبيق، لا، أنا بدي أدرس كل الإمكانيات الحوالية. الإمكانيات الحوالية كمان من هي المنافسة. أنا بدي أشوف وين بدي أفتح مشروعي. إذا كان مشروعي هو عبارة عن عملية نسخ ولصق للمشاريع الأخرى أو هي عملية تكرار فقط للمشاريع الأخرى، أنا هون صرت معرض للفشل. إذن أنا يجب أن أبحث عن الابتكار، يجب أن أبحث عن ما هو جديد في هذا المشروع. يعني دكتور أحمد، الفكرة هلأ اللي خطرت ببالي أنه في كثير من الأشخاص بيكون عندهم فكرة على أرض الواقع وتطبق، ولكن عند التشاركية ممكن الجمعية أو أي حدا راعي لهيدا المشروع ما تكون الظروف متاحة له أنه يطبق هذا المشروع. يعني هون أهمية التشاركية والحوار بين الطريق الداعم وبين صاحب المشروع. الشيء اللي بيميز المشاريع الصغيرة أنه بتكون إداراتها كثير صغيرة، تنحصر بالشخص الواحد، هي طبعا هي من الإيجابيات. طبعاً. أما من السلبيات، عندما يدخل مشارك مثل ما تفضلت حضرتك بمشارك بالمشاريع الصغيرة يصبح مثل فينا نقول عدة آراء بشيء بسيط. صحيح. هون بتدخل
انه انت لازم تعرف شو هو وجهه النظر الصحيحه. صحيح. هون الاسترشاد بالخبرات، يعني احيانا الجمعيات وقت بتقدم تمويل او مديريه الشؤون بتراعي مثلا مجموعه من الانشطه او هي، انك تراعي انه هن عندهم خبرات بهذا المجال. هن شايفين او عندهم رؤيه. يمكن هن حريصين انه هذا المشروع ما يكون مثلا حديث اللحظه، هن عم بيسعوا ليكون تنميه مستدامه بهذا تماما. الموضوع. يعني اذا فكره انا بدي اشتغل لحتى يصير مشروع صغير، بعدين متناهي الصغار، بعدين مشروع صغير، بعدين متوسط، بعدين كبير، هون عمليات النقل بين هي الاجراءات رح تكون ما انا سهله، لانه الظروف الاقتصاديه حاليا عم تتحكم فيك، لذلك لازم دراسه جيده اولا المنافسين، لانه انت بجزء مشروعك قابل للتطبيق، فينك تشتغل بكل روح الرياضيه، فينك، بس اذا كانوا منافسينك اقوياء انت لازم تدرس ما يميز مشروعك عن هذه المنافسين. هون الدراسه بتكون على مين دكتور، على الشخص نفسه ام على الشركات اللي هي راعيه او المؤسسات وغيرها؟ لا، على الشخص نفسه. على الشخص لانه نفسه. بالنهايه انت مسؤول عن مشروعك. وقت بنقول لك حب مشروعك معناتها انت لازم تدرس كافه الجوانب بهذا المشروع. انت بدك تتمسك بمشروعك لاخر نقطه. يعني دكتور احمد، كل هيدا اللي عم بيصير وخصوصا اصحاب المشاريع، وعم نشوف يعني فعلا في خير من هيدي المشاريع الصغيره، يعني في عالم يعني بلشوا بمشروع وصار كبير، ولكن هيدي المشاريع اكيد عم بتتم ضمن اطار قانوني. اذا بنحكي وبنوضح شو يعني الاطار القانوني. الاطار القانوني دائما نحن بننصح انه اول ما تبلش تعرف شو هي الشروط فتح هذا المشروع. مثلا المشاريع الغذائيه انت تتطلب مثلا شروط السلامه الغذائيه. نحن بننصح دائما بشكل عام او بشكل اساسي انك تحصل على التراخيص الصحيحه. مثلا السجلات التجاريه او الزراعيه او الصناعيه او اي شيء، انت تحصل على هذا السجل، لانه انت بعد سنه كامله من دوران العمل عندك بتصير فينك تاخذ قرض. هي القروض هي بناء على شو؟ بناء انه انت معك الاوراق القانونيه، بس اخذت هذا الاطار القانوني صرت فتحت عندك مجالات الاقراض، فتحت عندك مجالات التوسع، حتى الاثبات والشهره، هي كثير نقاط مهمه بالنسبه للحصول على الاوراق القانونيه. نعم، طيب بعد ما حصلنا على الاوراق القانونيه ذكرت حضرتك انه هي في مراحل لحتى يتم فيها المشروع. ببدا انا هون بالمرحله بالبحث عن الداعم اليوم، مين هي الجهات اللي انا ممكن الجا لها حتى تكون داعمه لمشروع؟ المشاريع الصغيره الداعم الاول هو الشخص ذات نفسه. كيف ممكن يسوق لحاله؟ وكيف ممكن يأسس هذا المشروع؟ لأنه أنا بدي أدور على جهة داعمة، مثلا مثل جمعية معينة خيرية أو حتى مثلا التمويل من الدولة، أنه بدي يشوفوك هل أنت جدي بهذا المشروع؟ هل تملك الإمكانيات الأولية؟ هل تملك الموقع؟ هل تملك الرؤية المستقبلية؟ هون بيجي دور الداعمين، شافوك أنه قادر على تقديم هاي النقاط هاي، هون ببلش الدعم. الجمعيات الخيرية عموما للمشاريع الصغيرة بتقدم لك دورات تدريبيه، احيانا توصل معه لتقديم التمويل، لان دائما كلهم في عندنا حدود كثير كبيره للتمويل. اذا بس انا شفت انه هذا الشخص قادر انه يمشي بمشروعه، الجمعيات راح تموله، هذول الداعمين راح يمولوا. دكتور يعني اذا نحن بدنا نتخطى عمل الجمعيات ونروح لجهات ثانيه، مثلا في بعض المشاريع تحتاج الى بنيه تحتيه خدميه، يعني هالتسهيلات هي منين لازم يروح فيها القائم على المشروع؟ ما هي الخطوات؟ الخطوه الاولى اذا البحث عن المكان. اذا كان المكان مؤهل، اذا صار عندك هون البنيه التحتيه موجوده. اذا كان مكان غير مؤهل انا صرت بدي ادرس قديش صار تكاليف المشروع. هي المشاريع اذا صار في عندي هون، اذا بدي بلش انا تاسيس من اول وجديد، لانه هون نحن بنبلش بالعناصر اين ومتى وكيف. اذا اين تنشئ؟ اذا بدي انا ارجع اسس بنيه تحتيه وهيك صار عندي مشكله كبيره بالتمويل. صح. يعني احيانا في مثلا مصادر الكهرباء ما انا واصله، او مصادر المياه ما انا واصله، او موجوده باوقات محدده بجوز ما تناسب المشروع. اذا هي بنسميها دراسه الجدوى الاقتصاديه لهذا المشروع من اول نقطه. انت قادر تامن هي البنيه التحتيه او غير قادر تامن. هون مؤسسات الدوله صارت تقريبا عم تامن هي النقاط بكافه مناحي سوريا يعني. بس تطلع انت بتشوف المشاريع صارت عم تندعم.
تندعم لحالها. هلا كنا بجزء عم نحكي بنقطه قبل ما نطلع بالهواء، انه هي موضوع الشخص لما بيكون عنده مشروع، الاستمراريه بهيدا المشروع، قدرته على متابعه هيدا المشروع. طبعا هيدا ذكرت حضرتك من خلال الدراسه الاوليه، ولكن قد ايه مهم الاستمراريه اليوم نحن والقدره على انشاء هذا المشروع لحتى نحن نوصل لمرحله التمويل. تمام. هلا الاستمراريه فكره مهمه جدا، ولكن على ماذا تعتمد الاستمراريه؟ الاستمرارية تعتمد على صلابة هذا الشخص، على فكره الإداري. إذا أنا عندي الفكر الإداري أهم نقطة، القدرة الشخص على الإدارة، أنه كيف أنا عندي رؤية أنه أنا بدي أطور، ما رح ضل أنا عندي مثلا أنا الشخص وعندي موظفين أو ثلاثة، أنا بدي أطور لحتى أوصل لخمس أشخاص، عشان أشخاص عم يشتغلوا معي لحتى أفتح فروع. ولكن هون بدي خاف أنا أوقع بفكرة الأحلام الكبيرة. الأحلام الكبيرة هون أنه أنا بعين هيك بقعد بسكر مشروعي برجع على البيت، أنه أنا بدي كبر، بدي أعظم مشروعي، بدي كذا. هون بناخذ الأمثلة للأشخاص اللي فتحوا فروع كبيرة وفشلوا بالنهاية، ولكن لماذا هذا الفشل؟ إذا فكرة الاستمرارية أيضا تعتمد على الدراسة الدقيقة، أنت كيف وصلت لهون، كيف ممكن تنشئ هذا المشروع، وخاصة خاصة يعني أغلب المشاريع، بس خلينا نحكي بلغة الواقع اليوم شوي، أغلب المشاريع ما بيكون إلى هذا الدخل الاقتصادي ببداية إنشاء، ربما بتكون عبء على صاحب المشروع إنه هو عم يدفع بداية من جيبته عم يشتغل المشروع، ما عم بيلاقي هيدا الدخل، فبهي اللحظة بيتراجع. هل صح إنه يتراجع؟ هون لا مو صح يتراجع نهائيا، لأنه دائما أي مشروع بمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى يلي هي بتكون الفراغ بنسميها، هي الفراغ انه بيكون انت عندك معلومات عن المشروع ولكن لا يوجد شيء على الواقع. المرحلة الثانية ببلش وجود شيء على الواقع ولديك بعض المعلومات، ومن ثم المرحلة الثالثة اللي هي مواجهة المخاطر او اكتشاف مخاطر هذا المشروع. هون بتبلش فكرة التراجع، انه انا ما فيني كفي، ما فيني استوعب هذا القدر الكبير من المعلومات، انه كيف انا بدي اطبق هذا المشروع. هون هي النقطة بالذات بتخوف من التراجع. اما النقطة اللي بعدها بس يصير عندك كم كبير من المعلومات عن المشروع، كيفية ادارة هذا المشروع، هون بتنطلق الاستمرارية. دائما الخطوة الاولى هي اكبر خطوة، ومن ثم الخطوات التالية بتكون سهلة. يعني دكتور احمد، بعد التأسيس والانطلاق بالمشروع بتجي مرحلة التسويق. طبعًا. إذا بدي إجي أنا على أهم الأساليب الناجحة للتسويق. تمام. الأساليب التسويقية في عنا أسلوبين أساسيين. الأسلوب الأول أنك تكون حاضنة اجتماعية كبيرة لهذا المشروع. شو معنى كلمة الحاضنة الاجتماعية؟ أنا وقت هذا الشخص أنا بقدم منتجي لأحد الزبائن، بشوفه منتج جيد، هو بيصير يسوق لهذا المنتج، بيصير يسوق لمؤسستي بدون انا ما ابذل اي جهد تسويقي. اذا ميز المنتج، اذا انا ميز المنتج. ميز المنتج من ناحيه الجوده المتوافقه مع السعر المتناسب، يعني السعر لازم يكون ادنى من باقي المنافسين مع الحصول على منتج اعلى. انا وقت بحصل على هاي النقطه بحصل على حاضنه اجتماعيه لهذا المنتج، بيصير هو الزبون منه لحاله يوصل، لانه دائما بنقول الزبون الجيد ياتي بعشره، اما الزبون السيء يعني بيروح 100. صحيح. 100 مو 10، 100. اذا هذا الجانب الاول من التسويق. التسويق الجانب الثاني، انا كيف بدي اقدم منتجاتي؟ هلا حاليا ارخص اسلوب تسويق هو التسويق الالكتروني. كون صمم صفحه خاصه بهذا المشروع، نزل منتجاتي عليها، لانه ممكن توصل لاسرع لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. بدي اعتمد على الصفحات الشهيره، نزل منتجاتي عليها، هون بوصل للشريحه الاكبر من الاشخاص. بعدين ببلش عندي الاعلانات البسيطه، مثلا مثل الاعلانات الطرقيه، او مثلا التسويق الشخصي، او ممكن عن طريق الرسائل او النقطه هي، بس هي صارت اشياء تقليديه. هلا صار الاعتماد على التسويق الالكتروني بشكل عام. يعني الوسائل التواصل الاجتماعي اليوم فتحت الباب للتسويق بشكل تماماً. اكبر واسرع اليوم ربما صارت. ولكن هون في عندنا سلبيه بوسائل التواصل الاجتماعي، انه الخطا كارثي. معناته انه اذا بنزل مثلا صوره المنتج بتكون غير واضحه، او بنزله بصوره مثلا انه بخلفيه المنتج مثلا في شيء مثلا انه انا ما بدي اياه يظهر، هذا فورا بتشوفه الاف الناس.
انت هون يعني يجب ان يكون هناك مصداقيه مصداقيه وحرفيه بالتسويق، لانه انت بس نزلت منتجك صاروا الاف الاشخاص شايفينك، ممكن تعرض حالك للفشل مباشره. دكتور احمد، انت مدير مؤسسه اكون للتعليم والتمكين بمحافظه اللاذقيه، اكيد يعني انت قائم على دورات ممنهجه لاقامه اي مواطن حابب انه يكون عنده مشروع صغير. اكيد هذا الشيء بيعطي انطلاقه مثل سطح المكتب، اول شيء بنأهله وبعدين نترجمه على ارض الواقع. هذا الشيء قد ايه كمان مهم بحياه هذا الشخص؟ كثير مهم. نحن بمؤسسه اكون عم نقدم كم هائل من الدورات. الجزء الاول اللي هو التمكين الاقتصادي متعلق بالدراسات الجدوى الاقتصاديه، بالتسويق، بالقوائم الماليه، بالكيف انت ممكن تحصل على التمويل. بعدين نحن بنحصل بمؤسستنا كمان بنقدم الاشياء انه انت كيف ممكن تتواصل مع الاشخاص الاخرين، كيف بيكون اسلوبك لبق، كيف ممكن تسوق لمشروعك. هي نقاط كثير مهمه. اذا انا مؤسسه اكون تقوم على تاسيس الشخص كيف ممكن ينطلق برياده الاعمال تبعته. يعني هو عم بيكون عم مرحله تاهيل قبل الانخراط بسوق العمل. تماما. يعني اذا انت ما هذا الشخص ما قادر تنخرط لا تفوت. احنا بنقول لك لا تفوت، لانه انت بس فتت رح تتعثر باول حجره موجوده عندك. لا، نحن بنعلمك الوسب عن هاي الحجره. هون بيجي دور المؤسسات الخاصة بتذليل الصعوبات قدام الشخص. كيف نحن بنقدر نذلل هيدي الصعوبات؟ يعني كل شخص له معايير بالصعوبات اللي ممكن تكون موجودة ضمن مشروع. كيف الآلية بتذليل هيدي الصعوبات من خلال شو المراحل اللي ممكن يمر فيها؟ ايه، هلا تذليل الصعوبات أول شيء أنك تكون على دراية كافية بالمشروع اللي عم تشتغل عليه. بيجي مثلا الشخص لعند مؤسسة أكون، بنقول له مثلا أنت شو المشروع اللي بدك اياه؟ أنا بدي مثلا مشروع متعلق بالمجال الصناعي، مجالات الصناعة. طيب أوكي، نحن رح نقدم لك المعلومات وكيفية إدارة هذا المشروع، كيف ممكن ينشأ. بس أنشأت النقطة الأولى، رح تيجيك الخطوة الثانية، إنه كيف تحصل على التمويل وكيف توجه حالك نحو التمويل. بس عرفت مصادر التمويل، رح تبلش بنقاط الثانية اللي هي الإطار القانوني. هل الإطار القانوني إنه منين بتحصل على منشأتك، كيف بتحصل على التراخيص. بعدين بتبلش الدراسه اللي هو الدراسه نقطه كثير مهمه، انك كيف تشعب شغلك. يعني خلينا نعطي مثال. تفضل. مثلا احد الاشخاص كان طلع على منطقه شاف انه هو بحاجه محل اسماك. فتح مشروع ولكن لم يوفق هذا الشخص، مع انه المنطقه ذات ملاءه ماليه كويسه لبعض الاشخاص. شو السبب؟ هون تعجب انه انا جبت الانواع الشهيره، جبت الانواع القادره على الشراء، المكان جيد جدا، المكان نظيف، يعني عمل كافه الخطوات الناجحه ولكن المشروع فشل. شو السبب؟ السبب طلع انه الاشخاص الموجودين هناك هذا المحل بالذات ما بيحبوا يدخلوا عليه. يعني هون في عداوه بينهم بين المحل. يعني هون شو السبب؟ لانه يعني للاسف كان هو لازم يعمل دراسه تاريخيه للمكان. انه طلع مثلا يلي قبله كان متوفي بالمحل. يعني شوفوا انه قديش ممكن ياثر شغلات بسيطه جدا على انشاء المشروع. هون انه انا بدي ادرس هذا المكان، انه الى اين يصل، هذا الشخص. ممكن لو فتح بالمحل اللي جنبه كان نجح. صحيح. هون بنلاحظ انه محل ناجح، محل فاشل، محل ناجح، الى علاقه بالاداره، الى علاقه بالنظافه، الى علاقه حتى باسلوب التعامل. كل هي النقاط كلها. يعني نحن لازم يكون عندنا درايه كامله بكل باكتمال العناصر لنجاح اي مشروع. بالاضافه مثلا انا بدي افتح مشروع، قد ايه مهم كمان اعمل علامه فارقه للمنتج اللي انا عم سوق له. يعني تماماً. هذا الشيء يعني قد ايه مهم ليكون فعلا هو محط ترويج لإلي لمنتجي انا. اذا انا اول شيء بدي اوضحه انه انا منتجي بماذا يتميز عن المنتجات الاخرى. انا بدي اقنع المستهلك انه المنتج هو حاجه كبيره لك، لازم يشبع رغبات اكثر من المنتجات الثانيه. يعني انا بدي ركز على فكره مثلا انه يكون عندي منتج صحيح، منتج مثلا باوزان صحيحه، مثلا اذا كنت عم بشتغل بالصناعات او اي شيء، اذا كنت عم بشتغل بالخدمات نحن بنامن مثلا خدمات ما بعد البيع، مثلا مثل خدمات التنظيف او التوصيل او كذا، نحن كثير بنهتم بهي القصص. هون ببلش التمييز. نعم. بالاضافه لهيدا الموضوع اهميه التسويق، يعني احنا ذكرنا اهميه التسويق ولكن الطريقه بالتسويق يعني قد ايه هي فعلا ضروريه؟ كثير مهم الطريقه بالتسويق.
مثل يعني ما حكينا الاعلان سهل اني احطه بس اني اجذب فيه تماما. هلا اذا انا بدي احط اعلان، الاعلان مثلا اغلبيته مساحاته فاضيه او فارغه، اوكي اذا هون انا ما وصلت الفكره. انا وقت بدي احط المنتج وحط كافه الصفات تبعيته بشكل لائق، ما انه مثلا انه اعتمد على اسلوب هلا حاليا المعتمد انه بدك هذا المنتج حط نقطه لحتى ابعث لك السعر، لا هي الكارثه. هي الكارثه انه انا احيانا الشخص انه غير مهتم بهي القصه، اما وقت بيشوف كافه المعلومات وخاصه السعر انه موجود ببوست واحد او او ببروشور واحد او اي نقطه، بيصير هون عمليه الجذب. لانه انا فورا الصوره، يعني الصوره اللي انت ممكن تختارها هي ممكن تكون عامل جذب كثير قوي. تماما الرؤيه البصريه كثير مهمه، انا كيف بدي اصور المنتج تبعي. اذا هون وقت بتصوره بطريقه مثلا اذا كنت عم بشتغل بمجال الاغذيه، اذا بطريقه شهيه بعيده عن فينا نقول بمعنى الفزلكات التصوير او اي شيء، تكون واقعيه. اذا كانت صوره واقعيه هون انت قطعت مرحله كبيره جدا بعالم التسويق. حلو، يعني اثر كامله يعني. صحيح. كلمه اخيره حابب هيك توجهها لكل حدا عنده مشروع دكتور احمد، ويعني وفي مطبات بحياته، يعني بتعرف احنا رحنا ما رح نهمش الواقع اللي عايشينه، في كثير يعني من الاشخاص عايشين بطريقه صعبه، ولكن عندهم هيدي القدره انه الاراده انه يفتحوا مشروع. تمام. اول شيء الثقه بالنفس، كن واثق بنفسك، لانه انت بس وصلت لمرحله انشاء المشروع بعدها انت قطعت مرحله كثير كبيره. النقطه الثانيه لازم تفكر بالخطوه التاليه اللي هي التطوير، بدك الخطوه الاساسيه اذا فتح منافس جنبك كيف تتغلب عليه، تتغلب عليه بطريقه احترافيه وليس بطريقه مثلا انك تعتمد اساليب سيئه. تمام. كمان في عندك فكره انك بدك تبتعد عن الاحلام اللي هي ممكن غير قابله للتطبيق، بدك تعتمد على فكرة انه الحصول على التمويل بشكل دائم، لانه انت عندك عسرات، عندك تضخم، عندك فروقات اسعار صرف، عندك هاي النقاط كلها، انت بدك تعرف كيف تتغلب على هاي النقاط بالدراسة المتأنية لهذا المشروع، بالدراسة المتأنية لتطوير المشروع انت رح تنجح. كثير مشاريع بلشت صغيرة وانتهت بشركات عملاقة. حلو. أكيد هيدي النصائح بتمنى كل شخص يستفاد منها اليوم، ودائما مثل ما ذكرت حضرتك التوجه للأشخاص المعنيين بهيدا الموضوع لحتى يحصلوا على المعلومة الصحيحة بتكون هي الأفضل لحتى يكون انطلاقة مشروعهم إلى ختامة هي صحيحة ومربحة. نتشكر كثير وجودك معنا اليوم الدكتور أحمد خيربيك، دكتورة بالتنمية البشرية ومدير مؤسسة أكون للتمكين والتعليم في محافظة اللاذقية. يعطيك العافية. مشكورين جدا. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا.